وتنضم إلينا المزيد من المعلومات من جنوب غزة منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. منى، بعد التحية، كيف يبدو الوضع في غزة إن كان ميدانيا، إنسانيا، صحيا بعد انتهاء الهدنة؟ يعني بعد انتهاء الهدنة الأمور تتدهور بسرعة شديدة، وخصوصا مع إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بإيقاع أكبر عدد ممكن وأكبر قدر ممكن من الضحايا بعد نفي لعملياته العسكرية في مناطق قطاع غزة المختلفة. خلال الساعات منذ أن يعني توقفت هذه التهدئة المؤقتة وحتى الآن نحن نتحدث عن عدد كبير من الشهداء، يعني وفقا للتقديرات الأولية التي صرحت بها وزارة الصحة الحديث عن ما لا يقل عن 700 شهيد، وهي كارثة أن نتحدث عن هذا العدد الكبير في يعني خلال ساعات قليلة، هو مؤشر ربما شديد الخطورة. الاحتلال الإسرائيلي بعد استئنافه لهذه العمليات العسكرية لم يستثني أي من المناطق التي يعني يحاول استهدافها بشكل مباشر، لا شمال ولا جنوب ولا غرب. الأحزمة النارية الآن يعني يتم تنفيذها وفقا لسياسة مفتوحة في كل مناطق أو معظم مناطق قطاع غزة. خلال الساعات الأخيرة كان هناك أحزمة نارية في منطقة جباليا، في منطقة أيضا تل الزعتر، محيط المستشفى الأندونيسي، وعدد من المناطق في جباليا البلد. الاحتلال الإسرائيلي أيضا كان قد كثف غاراته في منطقة الزيتون والشجاعية، هذه المناطق التي كان قد حذر المواطنين وطالبهم بضرورة إخلائها توجها نحو مناطق الغرب. لكن أيضا خلال الساعة الأخيرة وفقا لما رصدناه، الاحتلال الإسرائيلي بوضوح أيضا استهدف مناطق في الغرب غزة، هذه المنطقة التي كان وما زال يعني يحاول أن يدفع الآن المواطنين للتوجه والذهاب إليها. يعني عمليا استهدفت أيضا خلال الساعة الأخيرة، وهذا مؤشر خطير، مدرسة العائلة المقدسة وهي تابعة للكنيسة الكاثوليكية والتي كان يتواجد بها عدد كبير من النازحين. هذه المدرسة تقع في المناطق التي تعد من المناطق الغربية التي يطالب الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة غزة للذهاب باتجاهها. وأيضا يعني هنا نشير إلى أن الأمر ينطبق على جميع المناطق التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي إثبات بأنه يعني يعتبرها مناطق آمنة ويدفع المواطنين باتجاه الذهاب إليها، لكنه يستهدفها إن كان في الشمال أو حتى في الجنوب. في مناطق الجنوب يعني ربما طيب عند هذه النقطة منى، خلال الساعات الأخيرة يعني دعني أستوضح معك هذه النقطة بشكل مفصل أكثر. هذه الإنذارات، إنذارات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمنشورات التي يقوم بتوزيعها ربما على السكان في الجنوب للاتجاه إلى جنوب الجنوب، كيف استقبل السكان عندك مثل هذه الإنذارات وهذه المنشورات، وهل هناك من ذهب بالفعل؟ هناك فعلا من ذهب. يعني الان منطقه رفح اصبحت تشهد يعني ازدحاما خانقا، المشاهد من هناك مرعبه عمليا، لان المواطنين بداوا يعني ينتقلوا بخيامهم وبعضهم لا يملك خيام الى شوارع منطقه رفح. الان الحديث عن انه معظم الشوارع اصبحت مليئه بالنازحين، لا يوجد اماكن لايواء هؤلاء هذه الأعداد، وخصوصا أننا نتحدث عن يعني عدد كبير من الذين نزحوا أصلا من مناطق مدينة غزة والشمال إلى خان يونس، وهم الآن ينزحون مرة أخرى إلى مناطق الجنوب. هذا إلى جانب أيضا سكان منطقة القرارة وبني سهيلة وعبسان وخزاعة، هذه المناطق وجه الاحتلال الإسرائيلي أوامر لسكانها بضرورة إخلائها نحو منطقة رفح. إذا جميع من في خان يونس إن كانوا نازحين أصلا أو حتى إن كانوا من يعيشون في المناطق الشرقية لخان يونس أو حتى سكان مدينة خان يونس، هم الآن في حالة يعني ارتباك شديد جدا، لأن هناك محاولات يعني تنفيذ التعليمات والبحث عن أماكن في مناطق رفح. طب منى، إلى أي مدى هذه المناطق آمنة بالفعل كما يعني يدعي جيش الاحتلال؟ هي ليست آمنة بالمطلق منذ صباح اليوم وحتى الآن، عدد من الاستهدافات، طالت منازل مختلفة في مناطق أيضا رفح المختلفة، إن كان في منطقة حي الجنينة، في منطقة
أبراج الشيخ زايد، في أيضا منطقة الشبورة ومنطقة تل السلطان، كل هذه مناطق الاحتلال الإسرائيلي من المفترض بأنه يعتبرها آمنة، لكنه يستهدفها بشكل أساسي، والجميع ربما بات يعرف سياسة إسرائيل، السياسة التي تحاول دفع المواطنين للذهاب باتجاه يعني الجنوب رفح تحديدا بالقرب من الحدود مع جمهورية مصر العربية، في يعني محاولة لدفع المواطنين وتطبيق يعني الأفكار التي بدأ يصرح فيها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب، والتي رفضتها الحكومة والسياسة المصرية وتعمل على يعني التأكد من عدم تحقيقها على أرض الواقع. طيب إذن يعني هذا فعليا ما تقوم به. يعني أنا أعتذر للمقاطعة، ولكن يعني أريد أيضا توضيح هذه النقطة. تقولين بأنه ربما يعني هذه المناطق التي يطلب جيش الاحتلال الاتجاه إليها هي أماكن غير مؤهلة ربما لاستقبال كل هذه الأعداد، هذا بالإضافة إلى أنها ليست أماكن آمنة ويقوم جيش الاحتلال أيضا بقصف فيها. هنا دعيني أسألك، هل يعني كيف يمكن فضح ربما هذه الادعاءات الكاذبة؟ ليس هناك لجان تحقيق الآن في غزة، هل هناك منظمات إنسانية موجودة ربما في هذه المناطق التي يطلب جيش الاحتلال من السكان الاتجاه إليها؟ هناك منظمات عمليا تعمل وتصدر تقارير، ولكن هل هناك لجان تحقيق؟ لا يوجد لجان تحقيق، ولا أعتقد بأن إسرائيل من الممكن أن تسمح للجان تحقيق بالدخول للتحقيق في هذه الظروف. عمليا تحت ضغط شديد هي تحاول إدخال فقط اللجان التي من الممكن أن تساهم في معرفة أي تفاصيل تتعلق ب يعني الرهائن أو الرهائن التي يعني تمتلكهم الفصائل الفلسطينية. عفوا، ما دون ذلك تفضل. المؤسسات الدولية العاملة كالأونروا و يعني أوتشا و منظمة الصحة العالمية تصدر تقارير بشكل دوري تتحدث به عن واقع القطاع، ولكن أيضا يعني رغم أنه يعني هناك تقارير تصدر، رغم أنه هناك محاولات لرصد ما يجري على الأرض، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث إلى كل هذه المحاولات وبشكل صريح جدا. دعيني أشير إلى أمر خطير جدا، وهو أيضا عدا عن الاكتظاظ أو الاكتظاظ السكاني الكبير في منطقة رفح الآن، لا يتعلق ولا يرتبط فقط بأماكن النزوح، لكن نحن نتحدث عن أزمة مياه بدأت منذ يعني بداية هذه الحرب في منطقة رفح. نحن نتحدث عن أزمة غذاء، نحن نتحدث عن أزمة في كل شيء. المنطقة أصلا كانت تعاني من أزمة، فما بالك عندما تتزايد هذه الأزمة بالتزايد الكبير لأعداد المواطنين الذين ينزحون في هذه المنطقة. إذن الوضع هناك كارثي، أو في منطقة رفح كارثي جدا، وخصوصا ايضا الى هو وخصوصا بان مناطق شرق رفح هي ايضا مناطق مستهدفه، بمعنى ان المواطنين في منطقه شرق رفح يحاولون ايضا النزوح الى مناطق وسط وجنوب رفح، وبالتالي يعني الاكتظاظ الشديد جدا، الضغط الشديد جدا في حركه النزوح بدات تؤثر وتتسبب بازمات كبيره. دعيني ايضا اشير الى انه الحصار الذي تضربه الآن وتفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية على منطقة خان يونس وفصل مناطق وسط مدينة غزة عن المناطق الأخرى، جعل من الأزمة الصحية أمام يعني احتمالية لأن تتفاقم بشكل كبير جدا خلال الأيام المقبلة. يعني والأنور وتقول أيضا بأنه هناك ربما تفشي لأمراض محتملة كالالتهاب الكبدي وغيرها. أنا بشكرك شكرا جزيلا من جنوب غزة منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية.